مؤكد انه خبر سار لما نقول ان 90% من احتياجات الدواء في السوق المصري بتغطيها الصناعه المحليه وشركات الادويه المصريه. خبر سار بلا جدال، لكن الخبر غير السار هو ان لا تكون هذه الادويه مطلوبه مثلا موجوده لمن يطلبها ويجدها، ان تكون هناك اقاويل متعلقه بمستوى هذه الادويه، ان يكون هناك خلاف على اسعار هذه الادويه وبعضها ربما يكون حاجة ملحة لمرضى وليس جميعهم قادرين على دفع أثمنها وليس جميعهم بيتمتعوا بمظلة التأمين الصحي على الأقل حتى هذه اللحظة. خبر غير سار أيضا عندما لا تكون واثقا وأنت تبتلع حبة الدواء ما إذا كانت تحمل لك الشفاء ولا المزيد من المرض والمضاعفات وربما لا قدر الله الوفاة. وبتحدث هنا عن ما يمكن وصفه بأنه أدوية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات. من الذي يضبط هذه المشكلات؟ كيف يمكنني أن أعطي الثقة للمريض في أن الدواء الذي يبتلعه يكون هو يعني دواء الشافي وليس العكس تماما؟ أسئلة كثيرة سأحاول أن أطرح بعضها على ضيوفي على الهواء مباشرة، واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي بحسب ترتيب الجلوس. معايا الأستاذ دكتور هاني إمام عضو المجلس النقابة العامة للصيادلة، معي أيضا الدكتور محي حافظ رئيس شعبة صناعة الدواء في غرفة صناعة الأدوية، ومعي الأستاذ محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء. أهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. الحقيقة أن أنا هبدأ من نقطة اختفاء بعض الأدوية في السوق. في الغالب عند الأسئلة الجميع بينكر كل الأدوية موجودة كلها مظبوطة، لكن جولة بسيطة في سوق الأدوية قمنا بها أثبتت أن هذا الكلام قد لا يكون دقيق تماما. دعونا نشاهد. حتى يجهز الزملاء بالتقرير، تقرير نقص الأدوية، خلينا نعرف الأول من حضراتكم إيه الأرقام الموجودة والإحصائيات على عهدة رئيس لجنة صناعة الدواء. الإحصائية الخاصة بأن 90% من الأدوية المصنعة في المتداولة في السوق المصري هي أدوية مصرية، هل ده خبر جيد ولا بالجوانب الأخرى اللي ذكرناها قد لا يكون ذلك صحيح تماما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بشكرك على الدعوة الكريمة. الخبر صحيح وهو أكثر من ذلك. يمكن هنكون وصلنا كمان ل 93-94% بتغطي عن طريق المنتج الوطني. منتج وطني بمعنى إن هو الوطني بشقيه، أيوة، المحلي والأجنبي، لأن كل الشركات الأجنبية العاملة على أرض مصر هي أيضا شركات وطنية، بمعنى إنها استثمارات مصرية، إن كل من يديرونها مصريين لها علاقة بالشركة الأم باعتبارها فرع للدول الأجنبية. هل هي خاضعة لما يطلق عليه المنطق التجاري فرانشايز بندفع نسبة للأرباح؟ لا، دي شركة نفسها، ده فرع للشركة في مصر، ليس لون من ألوان الأندر لايسنس أو الفرانشايز أو كل ده. لا الحقيقة طبعا لو قلنا حجم الدواء اللي بيتم فعلا استيراده من الخارج بما فيه الشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية العاملة على أرض مصر والشركات المحلية، بنتكلم على أولموست 19% بيتم استيراده. لكن ما يستورد عن طريق الشركات الأجنبية العاملة في مصر يبقى بنتكلم، والشركات المحلية بنتكلم على حوالي تقريبا 7% أو 6% فقط بيتم استيرادهم، ودي غالبا بتبقى الشركات الأدوية اللي هي متعلقة بالتكنولوجيا. يعني النسبة كده مش مفهومة، احنا بنتكلم ازاي أكتر من 90% أدوية مصنعة في مصر و7% و15%؟ كل الشركات العاملة على أرض مصر سواء مصانع محلية أو مصانع شركات أجنبية، في المصانع الأجنبية عندها شقين، شق بتصنعه محلي وشق بتستورده. ده احنا بنعتبره إنتاج الشركة الموجودة. بتستورده بشكل كامل ولا بتستورده مكونات وتصنعه بمصر؟ لا، بتستورده بشكل كامل، في جزء من عندها بتستورده بشكل كامل. لو دخلنا الجزء ده في حسبة الأدوية المنتجة محليا عملا برغم أنه مستورد بيتم تعبيه وتغليبته في مصر، يبقى عندنا نسبة بنتكلم على 19% بيتم استيرادها. لكن لو طرحنا الجزء المتعلق بالشركات الأجنبية اللي بتقوم بتصنيعها أو استيرادها من الخارج، يبقى النسبة دي هتقل إلى حوالي تقريبا 7% فقط. 7% دي هي الشركات التي ليست لها مصانع في مصر، دي مكاتب علمية بتستورد أدوية خاصة جدا زي أدوية الأبرام، أدوية مشتقات الدم، أدوية التقنية الحيوية فقط. 6-7% فقط ده بيتم استيراده بشكل مباشر لصالح هذه المكاتب. انا كمان عايزه احاول افهم من حضرتك فكره ان يبقى احيانا المرض او الدواء الواحد
في نسخة منه مثلا محلية الصنع وعدة نسخ أجنبية وإيه الفروق بينهم. لكن خلينا الأول نشاهد هذا التقرير الذي أعددناه عن المشكلة التي يواجهها العديد من المرضى من خلال نقص الأدوية التي يبحثون عنها. نشاهد. مشكلة شغلت الرأي العام كثيرا ووقف عندها المواطن المصري طويلا، لكنها لم تجد حتى الآن من يضع لها حلا. إنها مشكلة نقص الأدوية التي باتت تؤرق المريض المصري بين الحين والآخر، فهو تكفيه معاناته مع المرض، لكنه لا تنقصه معاناة أخرى هي دوامة البحث عن الدواء الذي يخفف آلامه. الحقن اللي بتتاخد بتاع الليوز دي هي دي تعتبر هي الناقصه اللي هي اللي موجود البديل بتاعها، بس حتى ممكن تسال في الصيدليه والبديل الموجود ده مش نفس الكفاءه، بس فعلا مش عارفين نعمل ايه. يعني انا لفيت عليها ما لقيتهاش، يعني انا لفيت في المنيا وانا بسال هنا برضه مش لاقي. اغلبيه الادويه ما بنيجي ننزل نلاقيها بتبقى مثلا مش موجوده، متوفره في كل الصيدليات. مثلا ممكن المريض يفضل تعبان فتره طويله وناخد البديل دايما. نضطر ان احنا بعد ما نروح نكشف عند الدكاتره ويكتب لنا علاج نلاقي مثلا صنفين من 5-6 اصناف موجودين وحوالي 3-4 اصناف غير متوفرين. الصيادله من جانبهم قالوا ان هناك كثيرا من الاسباب التي تؤدي الى تفاقم المشكله التي تتعامل معها الدوله بطريقه المسكنات، محاولين تعويض النقص بدواء بديل قد يرفضه الطبيب او المريض نفسه. في ادويه كتير ناقصه زي ادويه القلب، في ادويه تانية زي حاجات بتستخدم في المستشفيات كتير قوي ناقصة، حقن الكورتيزون المائي، ألبان الأطفال طبعا. ده يرجع لعامل الاستيراد، لأن الإنسولينات دي حاجات مستوردة والألبان حاجات مستوردة. طبعا أهم حاجة في نقص الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وده شيء زي ما هي صعبة فالتوفير صعب. تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، فنقص الأدوية لا يزال لغزا يعجز المواطن عن فك طلاسمه. فالمشكلة ليست وليدة اليوم، وهو ما يعكس عشوائية التخطيط في السياسات الدوائية، والمواطن هو الضحية. محمد رياض، قناة دريم. مشهد متكرر، يذهب المريض في الغالب بيكون عنده مرض لا قدر الله مرض مزمن، اعتاد ان هو يشتري الدواء بجنيهات قليله، يروح الدكتور يقول له والله الدواء مش موجود، الموجود هو البديل، والمصادفه بيكون البديل بنفس السعر بس امامه ربما اكتر من صفر، والمريض ليس لديه اي خيار غير انه يشتريه. استاذ محمد فؤاد، هل حضرتك عندك تفسير لهذا الموقف او لهذا المشهد اللي بيحدث كثيرا مع الاسف؟ تمام. اولا هو بيحدث كثيرا ولا احنا بنتخيل؟ عشان بشكر حضرتك على استقطاع جزء من وقتكم الثمين لمناقشه الموضوع دوت، وواضح ان فريق الاعداد قاري الملف كويس فجايب نقابه الصيادله والشركات، ومفترض ان احنا بنمثل المرضى. ده شكر الفريق الاعدادي وانا كمان بشكره. تمام. وده نادرا انه بيحصل. خلينا نقول احنا كحقوقيين ما دخلنا الموضوع ان كل ما كانت صناعه قويه مزدهره مستقره ده بيأثر على فرص اتاحه الدواء للمريض، بتلاقيه في المكان انه ينزل في اي حته تلاقي الدواء بتاعته، في الزمان اللي يبقى الصبح الضهر في اي مكان في اي وقت تلاقي الدواء بتاعته، وبالسعر المناسب مش الرخيص عشان الناس ما تزعلش، السعر المناسب اللي يناسب دخل المواطن المصري في الاخر. خلينا نقول ان الدواء المصري قصص النقصان بتاعته دي موجوده من 15 سنه او 10 سنين تحديدا، هي اتفاقمت شويه بعد 25 يناير لاسباب هنقولها لما نتعرض ليها، ولكن هي مشكله متاصله في الحاله المصريه جدا نتيجه عوامل كثيره واسباب كثيره. قريب بعد الثوره تحديدا ارتفاع سعر الصرف ده كان مشكله فعلا، احنا بنكرر كده مشكله قدام شركات الادويه. تراجع التصنيف الائتماني المصري ده كان عامل للشركات برضو ايضا مشكله. عايز استخدم كلمه بين قوسين، تناصر وزاره الصحه عن اتخاذ اي اجراءات عقابيه ضد الشركات اللي بتوقف خطوط انتاجها او ما بتنتجش طمعا منها في زياده السعر، ده سبب مهم جدا. ده بيحصل جداً. ده بيحصل في شركات ادويه بتوقف انتاجها لانها احنا مقدمين مذكره للسيد رئيس الجمهوريه من اسبوع واحد بنطالبه اولا ان السيده وزيره الصحه، ودي كانت أستاذة الصحة عامة طول عمرها عايشة من تقرير البنك الدولي والخصخصة في برنامج المعونة الأمريكية، تعرفش حاجة عن سوق الدواء تحديدا، طالبنا إنها تنزل معانا ونخش أول 100 صيدلية نحاول نجمع منها روجيتا بخمس أدوية. دي حاجة. الحاجة التانية نسألها نقول لها
مثال حي، شركه فاركو اللي بتنتج 336 صنف من اصناف الدواء دي قعدت مغلقه 33 يوم. ما دور وزاره الصحه؟ طب ليه شركات الادويه بتنتج وبتغلق؟ وخليني اوجه ده السؤال لصانعي الادويه قبل ما ارجع لدكتور هاني. انا عايز اسالك دكتور محي، ليه يعني الاستاذ محمود استخدم سعر في كلمه السعر المناسب؟ حتى الان بيبدو ان مصر من الدول اللي سعر الدواء فيها سعر ما هوش غالي وسعر رخيص، لكنه رغم ذلك قد يكون اعلى من طاقه بعض الفئات في المجتمع. ده صحيح. طبعا دعيني بس اختلف مع الاستاذ محمود في الجزئيه ديت. لو ان الشركات توقفت فعلا عن انتاج الادويه منخفضه التكلفه، توقفت بالفعل، ما كناش هنلاقي دواء اصلا تعالج بيه. انما ما زالت بتنتج بشكل متوازن. بمعنى ايه؟ بمعنى انها عندها باسكت فيه دواء متزن سعريا ودواء منخفض سعريا، بيشيلوا بعض، بتنزل للسوق وبتمشي. لكن الادويه اللي اصبحت فعلا لا يمكن او استحاله انتاجها بكميات كبيره اللي هي اقل من 5 جنيه دي، هتلاقي الانتاج منها اصلا قليل مش كتير، لان طبيعه الحال الدنيا ما بتبقاش ماشيه بالشكل المطلوب. مش ممكن ابدا لما يكون عندك النهارده اكتر من 30% من الادويه بتخسر، ده مش منطق انك هتستمر بنفس القوه بنفس الطبيعه تنتج وتشتغل. والاهم من كده، هو اشمعنى الدواء؟ هو ليه الدواء بالذات اللي الدوله دايما حاطه عينيها عليه بتقول ما يزيدش سعره؟ عشان يا فندم هو اعلى من طاقه الناس كتيره جدا محتاجه. تمام يا فندم، بتسعريه حضرتك جبريا. كل المؤشرات اللي طرقت على كل السلع وكل الخدمات في مصر اللي زادت عشرات الاضعاف من سنين طويله، الم يتاثر بها كافه السلع؟ يعني النهارده مش عارف اقول لك ازاي، النهارده ازازه بيبسي، النهارده بيبسي اغلى من علبه دواء. بس انا ممكن استغنى عن ازازه البيبسي وما اقدرش استغنى عن علبه الدواء. يبقى هنا بقى ايه؟ يبقى هنا من فضلك الضغط على الاسعار بالشكل ده هيكون نتيجته ايه؟ احنا متفقين في المبدا ان احنا في اخر اليوم الدواء المنخفض التكلفه ده اللي المريض مش لاقيه ابو جنيه واللي عايزينه بجنيه ونص عشان ينزل، مش منطق انه يروح يلاقيه بخمسه او يلاقيه بسبعه. صحيح، هذا ليس منطق. صحيح، يبقى انا عايزه ابو جنيه ده ياخد جنيه ونص وينزله، او ياخد 2 جنيه وينزله، او يقدر ان هو يوفره بشكل ايه؟ بشكل جيد، ما يبقاش نزول ونزول الحقيقه. او الدوله تلعب دور في من خلال منظمات التامين الصحي وغيرها وتقدر ده طبعا حل جذري. مظله التامين الصحي الشامل دي حل جذري ونهائي. طيب احنا لغايه مظله التامين الصحي ما تحصل، احنا بنتكلم في مشروع ممكن يمتد ل 10 سنين او 15 سنه. لا ان شاء الله اتعشم باذن الله رب العالمين، يكون قبل كده يكون ظهر راى النور باذن الله، لان في محاولات جاده دلوقتي حقيقيه لخروج هذا القانون للنور. بس ده مش النهارده، الموافقه عليه الدكتور هيستغرق فعلا، يعني اما يبدا النهارده عشان يستكمل. لو الدوله عندها اراده، لا يا سيدي نفذ ابدا. عندها ممكن يكون عندها اراده وما عندهاش تمويل، يعني ممكن اشياء كثيره، لكن انا بتكلم عن مريض. هنا حته مهمه جدا، اذا كنت حضرتك فرضتي على البنزين وعلى العيش تسعير جبري مش كده؟ دعم ديهم ولا ما تمش دعمهم؟ تم دعمهم. الطاقه بتدعم في مصر بكام؟ ب 120 مليار جنيه في السنه. هل معنى كده ان شركات الادويه ما بتكسبش يا فندم؟ لا، لم يكسبش. لا طبعا بتكسب، بس السؤال اي نوع من انواع الشركات دي بيكسب النهارده؟ عندنا شركتين. عندنا شركات مستقره ما شاء الله، ربنا يعني يا رب يبارك، والدنيا ماشيه وبيكسب ما بيخسرش. وعندنا شركات كتيره جديده طالعه بس بمواصفات طبعا الحقيقه يعني تكلفتها الانشائيه عاليه جدا. ما بيجي شركات تجي النهارده تسجل الدواء القديم ابو جنيه تاني، واللي هو عامل تكلفه استثماريه 10 اضعاف ما تكبدته الشركات القديمه، ده النهارده مش عايز اقول لك لو قلنا في 30 شركه بتكسب عندنا 100 بيخسروا. 100 بيخسروا، لكن انا يعني وده شيء جدا. انا مش خبيره في الاقتصاد، لكن هوجه السؤال ده للدكتور هاني. اذا انا عندي شركه ادويه بتنتج ادويه ببعضها مهم ومحتاجينه الغلابه وسعره الدولة مسعرات تسعيرها جبرية، وتنتج في مقابل ذلك أسعارها تانية ممكن يبقى تتحط في خانة الترف أو فيها بدايل أو مستحضرات تجميل أو غيرها، إيه المانع أن شركة الأدوية توازن هذه المسألة وهي ممكن يعني تتحمل جزء من الدور الاجتماعي هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بس هنبتدي الأول، أنا هجاوب على سؤال سيادتك وهدي مثال حي للحالة دي بالذات لأنها تمت خلال الشهرين اللي فاتوا. لكن انا بادئ بتكلم عن نقص الدواء ومسؤوليه نقص الدواء. نقص الدواء في المقام الاول والاخير بنحمله لوزاره الصحه، ده نتيجه ان وزاره الصحه هي الجهه الوحيده المعنيه في مصر بتسجيل وتسعير وتداول والتفتيش عن الدواء.
هي اللي بتوقف خطوط الانتاج، هي اللي بتسمح بتداول المستحضر من عدمه، هي اللي بتقول السياسة وهي اللي بتحددها لكل شركة ولكل مستحضر. لما نيجي نبص على السوق المصري وعلى الصيدليات وأجد مجموعات دوائية بالكامل ناقصة، حتى يعني السادة في ريبورت اللي سيادتك عملتيه انه بيروح بيبقى عايز صنف بعينه فمش بيلقاه، فيقول له والله خد المثيل او خد اللي زيه او او اللي في الغالب هيكون مستورد ويكون اغلى. هو يا ريت يكون موجود. انا هدي لسيادتك امثلة ببعض الاصناف، هذه الاصناف بالكامل مش موجودة. يعني حضرتك لو جالك امساك وحضرتك عايزة ملين عايزة تروح تاخدي، مش هتلاقي ولا صنف ملين. او حضرتك بتقولي حضرتك انا ده مثلا لو سوري يعني لو وزيرة الصحة جالها امساك وحبت تاخد ملين اقراص ونزلت اي صيدلية وقفت العربية بتاعتها ونزلت تاخد اي نوع اقراص من اي صيدلية، مش هتجد ولا صنف ملين اقراص. تخيلي سيادتك بقى الازمة وصلت لحد فين. عندي اكتر من 25 مستحضر. طب يعني ممكن ولا واحد يعني ممكن يتقال ان ممكن يبقى في بدائل اخرى مش على شكل قرص ولا في دواء شراب بقى. ولا في بدائل ولا في بدائل ولا في بدائل. طيب اما نيجي نسال ليه بقى الملينات دي غايبه عن السوق، ليه تلاقيها كلها اسعارها دون الخمس جنيهات؟ ماشي، يبقى دي مشكله سعر، ومشكله سعر جبري متسعر بقاله فتره. طيب انت بتتكلم هنا، انت اتهمت وزاره الصحه بانها هي المسؤوله عن التسعير. انا بقر واقع. طيب انا بقر واقع في النهايه. انا لو حضرتك مكان وزيره الصحه او اي وزير صحه باعتبار انها السيده غير موجوده، ده انا هديكي انت عندك اعتبارين تريد ان تحققهم، ان في دواء يفضل صناعته موجوده. أيوة. وفي نفس الوقت ان الراجل الغلبان لما ينزل وبيدور على دواء خمسه يلاقي دواء يبقى موجود بسعر يناسبه. ده 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 دلوقتي الازمه عندي دلوقتي حاليا اني اوفر الصنف. انا ده حتى ما بقى أنا لا اوفره طبعا بالسعر المناسب، بس اذا كان دي دلوقتي ما فيش اصلا صنف، ما فيش ادويه، انا عشان اجد ملين مش هلاقي ملين. لما الاقي المريض بيتحلل عليا يقول لي انا عايز دواء باي ثمن، وانا كصيدلي مش في ايدي حاجه قديمه. طيب انا بتكلم حتى عن ادويه بعضها متعلقه بامراض، يعني اذا كان الامساك امره سهل ده لكن اذا اتكلمنا عن ندخل في الاصعب، صبغات الأشعة بالكامل مش موجودة. نكمل تاني، حضرتك تعرفي ان الأدوية مضادات القيء للأطفال مش موجودة. كورتيجين وكورتبليكس مش موجودة وغايبة بقالها فوق الخمس شهور ومحدش اتحرك من الوزارة. التحرك للوزارة كان مفروض تعمله، حيك شايف انها مقصرة فيه. اولا تشوف الشركات اللي ما بتنتجوش متقاعصة ليه عن انتاجه، خاصة ان احنا زودنا الأسعار. يعني في مستحضر منه اللي هو الكورتبليكس انا مزود سعره. طب لو انا اللي سالت حضرتك هذا السؤال هتجاوبني تقول لي ايه؟ انا مش وزاره الصحه اللي بس حضرتك الأمر. حضرتك صيدلي انا لامس السوق. انا لو وزاره صحه والشركه متقاصه عن الانتاج ادي تسجيل المستحضر لشركه تانية واسجله في شهرين ما دام هي حاجه توب ايرجنت كده، ما دام حاجه مستعجله، ما دام الناس محتاجاها. هل انت أنا شايف اخليها قاصره على شركه او اتنين؟ ان الشركه بتعمل ده كنوع من انواع الممارسه الاحتكاريه، هي بتعطش السوق بتعبير التجار عشان خاطر تسعر الدواء بشكل تاني ولا ايه؟ انا ما احطش صباعي تحت ضرس حد. انا شركه مش عايزه تنتج ومش قادر اتفاهم معاها، ادي نفس تسجيل المستحضر لشركه تانية تنتجه. بس اوضح لي يا دكتور. ماشي فضل. انا بس اكمل بس معلش النقطه بتاعتي وندخل حضرتك ارجو ان حضرتك تثبتها النقطه دي. لا كورتيزونات بس دي اصلها لا ده مش كورتيزون. ده مش كورتيزون، لو حاجه فيها كورتيزون انتي ايميتيك. لا ده اكستراكت انتي ايميتيك. ده هو ايه؟ لا اللي هو الكورتيجين والكورتيبلكس. ماشي نكمل بقيه المستحضرات. انا عندي ادويه البرد للرضع، مفيش ادويه برد. كل الادويه اللي موجوده في السوق، انا بكلمك على حاجه ايه، مش حاجه ليها بديل او حاجه ليها مثيل، انا بقول لك على حاجه مش موجودة على الاطلاق. ادويه البرد للرضع مش موجوده. كل الادويه اللي موجوده ادويه اشربه لا تستخدم لاقل من 6 سنوات. طيب فين الادويه النقط بتاعه الفم بتاع الرضع؟ مش الانف اللي هو الفم مش موجود. انا عندي بنج الاسنان مش موجود. بنج الاسنان مش موجود. دي كاتيجوريز كبيره، مع احترامي دي كاتيجوريز كبيره. انا بس عملت سبوت كده عليها بقول لك دي مش موجوده بالكامل، مش موجوده على الاطلاق، لا مثيل ولا بديل. ماشي تعالي بقى نتكلم بقى في المثال الحي اللي انا هقوله لسيادتك يدل ان السياسه متخبطه لوزاره الصحه. هل ده بيمتد كمان لادويه الامراض المزمنه، الانسولين وادويه الضغط؟ ده متوفر. ده متوفر الا المدعم منه. المدعم منه طبعا بيبقى نتيجه الدعم بتاع الوزاره، فهو موجود بعدد وكميه معينه. لكن انا هتكلم على مثال حي عملته وزاره الصحه من شهرين بيدل قد ايه هي وزاره متخبطه ومش دارسه السوق كويس. كان في مستحضر لشركه اسمها جي اس كي اسمه كيناكوم، ده مضاد للتسلخات. مستحضر مسايله كتيرة وموجود في السوق والشركة وسعره موجود ب6 جنيه. الشركة غلته، تقدمت شركة جي اس كي
بان هي عايزه تغلي سعره، زودته من 6 جنيه ل 6.5 ولا حاجه، نص ولا حاجه، مش حضرتك قلت ولا حاجه، الشركه بتبيع منه 10 مليون وحده في السنه، النص جنيه يكسبها فوق مكسبها قد ايه؟ كتير قوي، 5 مليون صح؟ 5 مليون. على فكره مش بقول الكلام ده كده عشوائي، الكلام ده من اخر اي ام اس موجود في مصر. اي ام اس ده اللي هو الانترناشونال ماركتنج شير، اللي هو ده دي نشره سنويه بتصدر على المستحضرات اتباع من كل واحده قد ايه؟ قد ايه؟ 10 مليون، ال 10 مليون وحده دول يكسبوها 5 مليون. المستحضر ده قبلها بيوم، قبلها بيوم كان متوفر في السوق وفي الشركات العشره عليهم واحد هديه، النظام البونص ماشي؟ قبلها بيوم جت وزيره الصحه زودت سعر المستحضر من 6 جنيه ل 6 جنيه ونص لشركه جي اس كي. نفس الشركه، نفس الشركه عندها مستحضر تاني اسمه ابيلاكسين، العلبه بجنيه فيها شريطين، كل شريط 10 قرص يعني 20 قرص، بيتباع بكام؟ بكام؟ بجنيه. الشركه ما بتنتجوش. ده مستحضر لايه بالظبط؟ للامساك. ده انا هضرب لك مثلا، ما بتنتجوش وما زالت ما بتنتجوش. يعني انت كنت شايف ان الشركه لما تم تزود لها من ناحيه كان من المفترض انها تقوم بمسؤوليتها. ده حاجه، مين المفروض يراقب ده؟ الوزارة الصحة اللي زودت ده وما زودتش ده. اللي هي لما زودت المستحضر اللي اوريدي بيتباع بسعر معقول وبسعره موجود ومتوفر وبدايله ومسايله كتير، وبدايله ومسايله ب 3 جنيه و 4 جنيه ماشي، كان من باب اولى تجبر الشركه على انتاج المستحضر الناقص، او من باب اولى كان زودت سعر المستحضر اللي اوريدي مش موجود. واللي بيخسر السؤال هنا، السؤال هنا يعني اذا كان يعني انا الحقيقه كان مفترض ان يكون في ممثل في ظل كل هذه الاتهامات لوزاره الصحه، لكن على كل الاحوال احنا نضع كل ما يقال في هذه الحلقه امام وزاره الصحه وحق الرد مكتوب، احنا نسعى للحصول على كل هذه. بس عايزين نوضح ان هذه ليست اتهامات، ده تقرير واقع. احنا نفهم، ده تقرير واقع بس حتى لا يكون، يعني حضرتك بتمثل الصيادله وصانعي الدواء، والدكتور محي بيمثل صانعي الدواء، والاستاذ محمود الفضل هو ممثلنا احنا المرضى العيانين. كل هذه يعني احنا عايزين نقفل الحلقه ويكون كل اطرافها موجوده. صانع الادويه، هل احنا نقدر نقول ان في بعض الممارسات هي ممارسات احتكاريه الدوله المفروض انها تتدخل لضبطها وان لضبطها، وان ممكن يكون وراء بعض المسائل استغلال من شركات ادويه تريد ان تزيد من مكاسبها على حساب المرضى؟ طبعا ده قولا واحدا مرفوضا. لا تريد ابدا اي شركه انها تمارس اي ممارسات احتكاريه لتزيد مكسبها، هذا كلام يعني عافى عليه الزمن. الحقيقه احنا عندنا ازمه شركات بتخسر مش بتكسب. زي ما تفضل دكتور هاني وقال بعض الملاحظات المهمه حول الادويه، طبعا يصح نعرف تفاصيلها لكن انا ما عنديش تفصيل عنها، لكن خليني اشرح قاعده عامه، اشرح قاعده عامه بغض النظر عن تفاصيل منتجات معينه بينها. كل ما هو ادويه كورتيكوستيرويدز او كورتيزونات يعني عامه في السوق المصري من فترة طويلة جدا من حوالي سنتين أو أكتر أوقف تقريبا إنتاجها، لأن لازم تصنع في مصانع منفصلة مستقلة بذاتها. اللي كان بيصنع زمان أي مستحضر فيه كورتيزون النهاردة توقف، لازم يروح لمنطقة مستقلة أو مصنع منفصل مستقل بيصنع الكورتيزون. ليه؟ لأنه دي اشتراطات تصنيع الدواء الجيد. عشان يعني حاجة ليها علاقة بجودة الدواء. لو الكورتيزون اتخلط بدواء تاني عادي دي فيها مشكلة على المريض. كورتيزون كده، المضاد الحيوي كده، مضادات الانتي كانسر كده. والمصانع دي موجوده؟ احنا عندنا مصانع دلوقتي حاليا بيتم انشاء مصنع ذاتي او مصنعين مستقلين لانتاج كورتيزون. يعني ده بيفسر غياب الكورتيزون في اذا كان الدواء فيه كورتيزون، اذا كان الدواء فيه كورتيزون. اما اذا كانش كورتيزون تسال الشركه انت في مشكله عندك ايه؟ هتلاقي عندنا مشكلتين. طب انا بس عايز عشان افهم ان الكلام الطبي عاده بالنسبه للعيانين اللي زي ما بيبقى معقد اللي حضرتك بتقوله ان الادويه اللي فيها كورتيزون بتفسر اسباب الهرمونات ما عادتش بتصنع في المصانع العاديه. لابد انها تفصل في مصنع، وهذا مساله تحت الانشاء دلوقتي. وده ادى مع الاسف شديد لاختفاء بعض ادويه كتيره. الحاله دي لما يكون في انا عندي حاله زي كده، حاله استثنائيه، مش المفترض ان انا على الاقل افتح باب الاستيراد لسد هذا النقص مرحليا لغايه ما يتم فتح المصانع؟ ممكن تاخد وقت الحقيقه لو تفتح باب الاستيراد هتلاقي اسعار فلكيه. فلكيه بمعنى كلمه فلكيه، اسعار ما حدش يقدر يتحملها ابدا يعني. وهو ده اللي احنا بنحذر منه يا استاذ محمد. حضرتك اذا ما تفضل زملائي واتكلموا في الموضوع النهارده، ايهما افضل؟ ان حضرتك تعيد النظر اذا كانت بعيده عن الفنيات، بعيده عن المشاكل الفنيه لبعض المنتجات، انك النهارده تعملي حاله تحريك للاسعار المتدنيه اللي اقل من 5 جنيه تبص عليها، ولا تفضلي يعني عايشين في المشكله دي على طول؟ الدواء ناقص، الدواء ناقص، ده مش موجود ومش لاقينه، والشركه بتخسر والشركه بتكسب. يبقى اعيد النظر في ده، ولا اقول انا خايف على المريض؟ خايف على المريض ايه؟ المريض لو سالتيه ابو جنيه ب 2 جنيه وتلاقيه
ولا تشتري ب 10؟ هيقول لك يعني انا هقول لك على حاجه، اضرب لك مثل. احنا على صفحاتنا التفاعليه من ساعه ما اعلنا عن هذا الموضوع بدات شكاوى من الناس من ارتفاع اسعار الادويه. وانا هقول لك مثلا مثلا على صفحه الفيسبوك الاستاذه فايزه كمال بتتكلم عن مراقبه الماده الفعاله وبتتكلم عن ما تصفه بانه انفلات سعري، بتضرب مثل بدواء العكس بقى الاسهال وهو الانتوسيد، بتقول انه قفز سعره من 2 جنيه ل 4 جنيه وهي شايفه ان دي قفزه بتتكلم في الضعف. الانتوسيد ده العكس بقى، ده بيعالج الاسهال مش الفكره. يعني احنا بنتكلم في زياده 100% او اكتر، 100% 125% هي دي المنظومه هنا بقى. يعني احنا هنتكلم على صناعه، يبقى الصناعه دي لها اصول بغض النظر ان المستهلك عندي في نهايه اليوم هو مريض، والمريض ده قادر او غير قادر، دي مشكله ما بتخصش 100% الصناعه، بتخص في المقام الاول الدوله. بمعنى ان وجود مظله تامين صحي شامل بتغطي احتياجات الناس، حضرتك بمجرد بتشيلي بطاقه ذكيه في جيبك بتروحي تتعالجي ببلاش، بتاخدي الدواء بتاعك بنسبه خصم تصل الى 80% او 90% حسب نسبه التحمل، بتروحي اي مستشفى اي مكان عايزه تعمليه. تاخير هذا القانون بيدخلنا في الايه، في الدايره المغلقه، قانون اعاده التسعير اللي هو عفوا كان التامين الصحي. انما التسعير الدواء بنقول يا ستي لحد ما تطلع قانون مظله التامين الصحي الشامل بصي على الادويه اللي هتختفي خلاص. ما هو تاني بنشتكي ان في ادويه غاليه، فعلا هي غاليه لان دي ده اللي فاضل، لان الصغير عمال يحصل له ايه؟ يتاكل، اللي هو السعر المتدني ده عمال يتاكل. طب انا عايز خلاص. اسال حاجه، اسال استاذ محمود باعتبار ان حضرتك وانا اللي بيمثل الغلابه في القعده دي. كلنا غلابه، لا هم غلابه برضه، لا دول الناس اللي بتصنع الادويه على الاقل. فانا عايز اعرف دلوقتي احنا عندنا مشكله ان في شركات بتقول انها بتخسر، هم بيقولوا الكلام ده، احنا عايزين نتاكد. لا لا شرفينا حضرتك وشوف الحقيقه. طيب هل انا دلوقتي عندي حاجتين متضاربتين، شركه عايزه تكسب وده من حقها ومؤكد ان عندها عماله وعندها اعتبارات ثانيه خاصه بيها ككيان عليه ان هو يستمر، وعندي مريض قد لا يكون قادر على ان هو يدفع ثمن الدواء في غياب منظومه التامين الصحي اللي هتاخد وقت اكيد. ايه الحل هنا؟ ايه الحلول الابداعيه او المبتكره اللي احنا ممكن نقدمها هنا او نتكلم عنها؟ تمام، في حل، بس خليني بعد الكلام اللي قاله الدكتور هنا اقول لحضرتك ان احنا عندنا رصد شهري لحاله سوق الدواء في مصر عموما. احنا عندنا رصد من يوليو لنوفمبر بيقول ان 65% من اجمالي الادويه اللي مش موجوده دول تحت 15 من 12 ل 15 جنيه، يعني احنا بنتكلم ان في مشكله في الادويه رخيصه الثمن. ما اجي اتكلم بقى عن صناعه الدواء واقول مثلا السنه اللي فاتت كنا لسه بنتكلم 22 مليار جنيه في سنه واحده، النمو 14%، عند 500 شركه سواء كان شركات ليها مصانع او غير مصانع، 11 شركه 11 شركه قطاع اعمال، مصانع قد كده، الكلام ده كله ده بيزنس كبير. في الاخر انا قدام حاجه، مريض بروجيتا داخل على الصيدلي بخطوات بطيئه جدا 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 وخايف منه، وداخل بيقول له لو سمحت احسب لي الدواء ده بكام، ويضطر يستبعد. اول ما يسمع 30 زائد 40 ومعانا 50 يبتدي يقول له لا 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 هتجيلي ازمه قلبيه، ممكن حضرتك تجيب لي الاولاني والثالث، لدرجه الصيادله بيساله اشمعنى الاولاني والثالث، هو عايز الارخص. احنا المشهد ده مش ممكن يغيب عننا لو لحظه. مصر محتاجه سياسه تسعير جديده، موافقين على كده، مصر محتاجه سياسه تسعير جديده. تعالى نقعد كلنا اجهزه مسؤوله ومجتمع مدني نبتدي نشوف، احنا مش هنخترع العجل، لكن في الاول لازم يكون عندي هيئه مستقل تقول المنتج دوت ب 10 جنيه ليه؟ عشان الازاز بكذا والكرتون بكذا والماتيريال بكذا. يعني هيئه مستقله الاساتذه ممثلين فيها وحضراتكم كمجتمع مدني ضابط ممثل فيها ووزاره الصحه. عندنا مشروع اتكلمنا فيه، الهيئه ساعتها مش هتسعر بس، هي هتسجل وتسعر وتراقب وتفتش وتعمل حاجات كتير جدا 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 على صناعه الدواء، بحيث يبقى عندك مسؤول عن واقع ما. لكن انا دلوقتي اما بتكلم عن تفتيش على الدواء او كده بروح لجهه وبراقب الدواء بروح لجهه وبسعر الدواء جهه تانية، لا انا عايز كل دواء تبقى في جهه واحده. زاد حاجه الدكتور قالها اللي هو لابد من قانون تأمين صحي شامل يخضع المصريين لمظلته، ده في حل كتير حتى يحدث جداً. ذلك انا عايز اعرف، يعني انا اليوم اللي رحت سجلت فيه مع سيده وزيره الصحه دكتور وزيره الصحه دكتور ماهر الرباط كان في اليوم ده منعقد عندها المؤتمر الخاص، مفترض ان حضراتكم كنتم ممثلين في هذا المؤتمر الخاص بأزمات الدواء، وبحسب ما علمت ساعتها ان تسعير الدواء كان على اجندته. وكان في الكواليس ان الدكتوره كانت مهتمه جدا بس للاسف لم يذكر عن شيء. يعني هي معالي الوزيره اهتمت جدا بهذا الموضوع واتكلمت معانا بشكل كويس، لكن
تصريحات مع الوزيرة أنه لا مساس ولا تحريك لأسعار الدواء. شوف يا أستاذ مولي، وحينما نتحدث عن حينما نتحدث عن تسعير الدواء، لا نتحدث عن الدواء الغالي، نتحدث الدواء اللي هيختفي. يعني أنا بقول انقذوا يا جماعة من فضلكم، انقذوا الأدوية منخفضة التكلفة، ارفعوها شوية وخلوا الناس تلاقوها. طب احنا لو حسبناها ما لقاش خالص، لو حسبناها كام في المية من هذه الأزمة متعلق باحتياجات الصناعة اللي حضرتك رصدتها، كام في المية منها متعلق باستغلال من قبل شركات الأدوية أو عدم اللجوء لحلول زي اللي قالها الدكتور؟ يعني كان ممكن الشركة هي اللي تلجأ لهذا الأمر انها تكسب من دواء ودواء تاني. كلمة استغلال ما اقدرش اقبله يا فندم خالص، شكرا الموضوع. مفيش كده تستغل ابدا. بس هي الفكرة نناقشها، لو ان منتج معين زي اللي تفضل فيه دكتور هاني وقال عليه نناقشها، انت ما نزلوش ليه؟ لو نعرف منها المشكلة فين. لكن الشكوى العامة لمصانع الأدوية، الشكوى العامة لمصانع الأدوية هو إن كل الأسعار القديمة اللي بقالها أكتر من 15 و20 سنة ما اتحركتش. لا يمكن حضرتك، يعني بسؤال بسيط جدا، إيه الأدوية اللي بقالها 15 و20 سنة ما اتحركتش؟ كل الأدوية ده، كل الأدوية بلا استثناء. ما الأدوية اللي بتغلى كل ما نروح بنلاقيها بتغلى. في لجنة لتحريك الأسعار في الإدارة. أستاذة منى، حتى لا يفهم أستاذنك، حتى لا يفهم خطأ من كلامنا، احنا لا نشجع ابدا زياده الاسعار المستحضره. طبعا المثال اللي انا اديته ده مثال للسياسه الدوائيه الخاطئه. وزاره الصحه كان من باب اولى، لو هي على البصه للموضوع صح كانت رجعت مستحضرات هذه الشركه وشافت الدواء المخسر فين وزودته. هو مزودت دواء او مستحضر دوائي سعره بالفعل موجود ومتوفر. يعني ممكن تكون دي مساله ممكن يتم التغلب عليها بالشكل اللي اقترحه الاستاذ محمود، ان في مجلس مستقل. انا ضد هيئه مصريه. استاذنك بس، انا ضد ان مستحضر يغلى او ان يزيد سعره، لكن اذا كان في ضروره ملحه وهذا المستحضر سعره فعلا اقل من تكلفته ومستحضر مخسر للشركه، ونتيجة هذه الخسارة المستحضر مش متوفر في السوق، فمش هكون قدامي أي حل غير أن أنا أزود سعره وبسعر مقبول للمريض المصري في المتناول. لكن أنا كوزارة صحة مع احترامي تزود مستحضر سعره متوفر في السوق والشركة بتكسب منه كويس، وتسيب مستحضر تاني مخسر لنفس الشركة؟ طب أنا ولا أستاذ رقم أنا الحقيقة إيه؟ كمان يا دكتور يا فندم، اتفضل. نقطة مهمة جدا هي شركات قطاع الأعمال. أنا فين شركات قطاع الأعمال من السوق المصري؟ يا جماعة احنا بنضغط على هذه الشركات. نسبة تأدين السوق المصري يا فندم، نسبة تأدين السوق الدولي بتتضاءل ليه؟ نتيجة إهمال 25 سنة. الحقيقة أنا الوقت يعني 25 سنة مش عايزين يقرب يخلص. المفترض إننا كنا بذلنا جهد إعدادي في موضوع آخر كنا بنطمح إن احنا نطرحه، وهو غش الدواء، وأعتقد إن احنا سيكون علينا تأجيله. في 30 سنة حاجة مهمة جدا جدا، مرضى سيولة الدم اللي هم عندهم هيموفيليا في مصر دول بدأوا يفقدوا حياتهم من حوالي شهرين بالظبط، لأن الحكومة قفلت المصنع الوحيد ليهم اللي هو في المصل واللقاح. هم دلوقتي بيعانوا لعدم وجود اشتراطات صحيه واصبح الدواء اللي بيجي لهم اللي هو ليه يا فندم بيكون مصنع واحد بس. الحكومه تسال في كده، وعدم وجود فاكتور 8 و9 ده فعلا ابتدت عندهم وفيات. انا بنشد حضرتك، بنشد فريد اعداد، يا ريت. انا بنشد حضرتك يا فندم، بنشد الدكتور وبنشد الناس. دي يا فندم الدواء ازماته كتيره، ازماته كتيره. لكن لو عايزين نلخص حل جذري للامور، انا بقول لسيادتك هيئه مصريه للدواء يرقصها واحد فاهم في الدواء، يكون صيدلي، وتكون ذات صله مباشره برئيس الوزراء زي مضاهاه بكل الدول المتقدمه. يعني اعتقد ان ده زي امريكا وزي الاردن والسعوديه. اقتراح يعني متفقين عليه. انا مش عايز اغادر هذا الملف. بدايه الحل جميل. ملف سعر الدواء اللي هو التهم الجزء الاكبر منه وقتنا وهو يستحق ذلك، مرتبط الحقيقه بموضوعين اريد ان اطرحهم حتى ولو في عجاله واستمع الاجابات من حضراتكم. الجانب الاول الدواء اللي تم الاعلان عن طرحه الخاص بفيروس سي، مرض اللي اصبح مصري بامتياز ومتوطن في بلدنا، وان اسعاره فلكيه حتى الان وجهود دعمه. المساله الثانيه وهي المتعلقه بان البعض اشار الى ان النص على الملكيه الفكريه في الدستور 2014 هتكون من ضمن عواقبها زيادة سعر الدواء، باعتبار ان ساعتها ممكن تيجي شركات أدوية عالمية تطالبنا. مش زيادة سعر الدواء، اختفاء الدواء الحقيقة ان شاء الله. طب لو تفصل لنا حضرتك النقطة دي ونعرف عواقبها. حاضر، ابدا بالملكية الفكرية. لو تكرمت. طبعا موضوع الملكية الفكرية موضوع مهم جدا وفي غاية الأهمية. احنا وقعنا اتفاقية سنة 1995، اخذنا فترة انتقالية 10 سنوات، اصبحت مفعلة من 2005.
فتح صندوق البراءات الاختراعات في 2005 واخذنا فتره 3 سنين منع منحت فيها البراءات. البراءات منحت 2007 2008، البراءه بتمنح في المعتاد 20 سنه. في اكتر من 3000 براءه تم تقديمهم. ده معناها احنا النهارده واحنا قاعدين نتكلم مع بعض في الاستوديو ما عندناش دواء نسجله، ما فيش ادويه النهارده نسجلها. الادويه تقريبا كل ما يسمى صندوق تسجيل الدواء مقفل، يعني معظم الصناديق مقفله، وبالتالي عشان نروح نجيب مركبات جديده لازم تسقط في الملك العام، تصبح خارج براءه الاختراع. ده بعد قد ايه بيحصل؟ طبعا كل ما في القانون القديم 10 سنوات، في القانون الجديد الاتفاقيه الجديده وقع فيها العالم كله وقع 95 جه 20 سنه. يعني مع ذلك ابتداء من 2018 و19 ممكن نلاقي حاجه، لكن اللي اتحمى بعد كده هنلاقي بعد كده هناك ندره في وجود مركبات دوائيه جديده. يعني الدواء اللي حضرتك بتتكلم عليه ده مازال في براءه الاختراع. طب هل احنا ممكن نشجع انتهاك الملكيه الفكريه هنا الاغراض الانسانيه؟ في ست لا ما هو ما اوضحها دي. اتفضل يا دكتور. اتفضل سيادتك. مشكورا اوضحها تاني اللي هو عامل جهد كويس فيها الاسبوع الجاي ان شاء الله. احنا هنا عندنا ست بنود في اتفاقيه الملكيه الفكريه، اتفاقيه ترابس والقانون المصري 2002 الحاوي تبينها الدكتور حسام الصغير، ده استاذ محترم جدا في موضوع قانون الملكيه الفكريه. ست بنود، لو وزاره الصحه استخدمت الست بنود في الاتفاقيه بسهوله جدا تستطيع انها تصنع اي منتج دوائي طالما كان هناك حاله ملحه دون ان تعود الى الشركه. دون ان تعود، طالما هناك وباء او هناك مرض مستوطن او هناك مشكله سعريه. لو ان السعر غالي من حق اقول لها لو ما صنعت، لو ما جبتيش الدواء بالسعر اللي انا عايزه هصنعه انا محليا وما تقدريش، او استورده استيراد موازي بيسموها البارل امبورتيشن، او ادي حاجه اسمها كومبالسري لايسنس اللي هي ترخيص اجباري. يا شركه فلان تقدر توفر الخامه؟ اقدر اوفرها، هاتيها وصنعيها وانزلي بيها السوق بالسعر المصري المقبول. وده الحقيقه كل العالم عملته الا وزاره الصحه المصريه، لسه مش قادره تستوعب، مش قادره تفهم، مش قادرين يستوعبوا ان هناك ست مميزات في القانون المصري والدولي يمكن اختراق بيهم هذا الحاجز الفظيع. انا الحقيقه ما اقدرش ان انا افهم يعني ايه ممكن شخص يكون مريض وحياته معرضه للخطر واقول له الملكيه الفكريه. هي الملكيه الفكريه او البحث العلمي هو مخصص في الاساس لرفاهيه المواطن، مش ضد مصلحته. ده اللي يجب ان احنا نفهمه. الكلام اللي بيقوله الدكتور تمام. اتفاقيه هل ده بينطبق على الدواء الخاص بفيروس سي؟ اوكي. دوره الدوحه بتاعت منظمة التجارة العالمية جت في البند 4 و5 و6 و7 و8 أقرت الكلام اللي بيقوله إن المرض ما يتحول لشبه وباء. طب إحنا بنقول منظمة الصحة العالمية بتقول إن الهباتيتس في مصر 22% رسميا، يعني إحنا بنتكلم على حوالي 17 مليون. الوباء ده بعد 17 مليون ولا قبل 17 مليون؟ إحنا بنتكلم في فكرة إزاي نعيد تجارب دول زي حالتنا، زي البرازيل، زي الهند، زي جنوب أفريقيا، زي نيجيريا اخيرا، ازاي الحكومه المصريه الشركه اللي هي عامله العقار الجديد دوت ما عندهاش مكتب في القاهره. وبالتالي مش مقدمه طلب في مكتب براءه الاختراع. بالتالي من اي من حق اي شركه مصريه انها تخش تصنع هذا الدواء والشركه الاخرى تلجا للحكومه وتوفره بسعر مناسب للسوق المصري. كان في قضيه ما وفرتيش، لو الشركه نفسها قلت لها من فضلك وفريه بالسعر ده قالت لي لا. يعني دي مسألة قانونية دلوقتي، احنا في مرحلة المطالبة للشركة نفسها. يعني خلينا نقول خلينا نقول ان في عقار اسمه جليفيك في الهند كان نوفارتس عاملاه، دي شركة كبيرة كانت نوفارتس عاملاه وبتبيعه بحوالي 3500 دولار. لما جت الشركة الهندية عملت نفس العقار هو مثيل باعته ب 318 دولار. المسافة فرق كبير وكان السعر برضه بالظبط كده. اول امبارح في الجارديان صفحة كاملة بتتكلم نفس الكلام اللي احنا بنتكلمه على الترابيزه، امتى شركات الدواء تبتدي تطرح ادويه حديثه في متناول العامه كلهم، مرضى امتى يكون في ضمير ويعود نموذج المخترع العظيم اللي اخترع مصل مثلا لشلل الاطفال ورفض ان يعتبره ملكيه فكريه واعتبره حاجه لخير الانسانيه. الكلام ده قبل العولمه. هي بس وزاره الصحه مطلوب انها تتخلى عن جزء من الخوف اللي هي بتخافه، البعبع بتاع تريبس او الملكيه الفكريه، لابد انها فعلا تخترق هذا الحاجز الصوتي طبعًا. لان كل ما نيجي نتكلم مع تريبس تقول لك لا ما وافقش. انت ما وافقتش الحقيقه ان حضرتكم اضاءتم نقاط كبيره. كما ذكرت كنت اطمح ان اغطي في هذه الحلقه اكثر من موضوع، من بينها موضوع يمكن اشتغلنا عليه وباجله لحلقه اخرى وهو الخاص بغش الادويه، الحديث عن اسعار الادويه والمشاكل التي تواجهها ونقصها نتيجه هذه السياسه التسعيريه. يعني اخذ بشكل مستحق الحقيقه
الجانب الأكبر من هذا الحوار، وأتمنى أن الاقتراحات التي طرحت النهاردة تجد طريقها للتنفيذ. بضع ما جاء في هذا الحوار من نقاط أمام وزارة الصحة، وإن شاء الله كمان هنحاول أن احنا نتابعه في لقاءات لاحقة مع دكتورة وزيرة الصحة أو من تفوضه في هذا الأمر. في نهاية هذا اللقاء اسمحوا لي أن أشكر ضيوفي على الهواء مباشرة. أشكر الدكتور هاني إمام عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، أشكر الدكتور محي حافظ رئيس شعبة صناعة الأدوية في غرفة صناعة الأدوية، أشكر الأستاذ محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء. ومشاهدينا غدا يوم آخر في مصر، إن شاء الله يكون يوم أفضل وأدفع، وحتى نلتقي فيه اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات زملائي فريق البرنامج، وهذه تحياتي منى سلمان، إلى اللقاء.